هسه حبايبي رح ناخذ يونت 5 لسن 6 الكتاب النشاط مالت لسن 6 يونت 5. اوكي تكملت النشاط. هنا يقول لكم look انظر at the pictures. look at the pictures باوع على الصور. tick صح or cross خطا. tick معناتها صح or cross خطا. now number one باعوا هنا. خلي أعرف لكم الشخصيات. هذه this is Dina. هذه Dina. this is Zach. هذا Zach. this is Kareem. هذا Kareem. this is Hadi. Dina, Zach, Kareem, Hadi. باعوا كل واحد الشايل. Dina شايلة flower وردة. Zach شايل car. عنده car يعني. Kareem عنده kite. وهادي عنده cat. قطة. So هنا راح أقرأ لكم جمل وشوفوها. إذا صح تخلون تك، إذا خطأ تخلون إكس اللي هو كروس. So number one, Dina has a flower. Dina has a flower. نخلي تك صح or cross. خلينا نشوف. Dina has a flower. Dina عندها وردة. Yes tick. Bravo. Number two, هذا number two اللي هو زاك. زاك has a watch. Zack has a watch. Zack عنده ساعة. Zack عنده ساعة؟ لا. Zack عنده car. So راح نكتب X. يعني خطأ. Number three. هذا number three. باعوا كريم شايل kite. كريم has a ball. كريم has a ball. كريم عنده ball؟ لا. كريم عنده kite. So نخلي X. Number four. هذا هادي عنده كات. هادي has a cat. هادي has a cat. عنده قطة. Yes. خلي صح. Tick. Match the letters. وصل ال letters الأحرف. يعني كل حرف capital توصله بسمول. مثلا هذا small A توصله للcapital A. مثلا هنا أنا capital B نوصله إلى small B. كل حرف نوصل capital مثلا الاي الكابيتال نوصله للاي السمول، البي الكابيتال نوصله للبي سمول، السي كابيتال للسي سمول. اوكي هسه حبايبي عندنا هنا تريس اند كوبي. تريس اند كوبي اتبع و يعني انسخ. اكتب هنا ارجع اكتبه. This is capital K. This is a small K. This is capital K. Capital K الكبير. This is a small K صغير. The sound of it K K K. This is capital L. This is a small L. This is capital L. This is a small L. The sound of it L L L. Okay. Trace هنا نمشي على الحرف ما نطلع من عنده. هنا نكتبه. هنا copy نكتبه مرتين أو ثلاثة. هنا الحرف trace نمشي على الحرف. copy نرجع نكتبه مرة ثانية. copy نرجع نكتبه مرة ثانية. write مرة ثانية. small k نرجع نكتبه. هنا trace نتبعه وهنا نكتبه. small l trace نتبعه وهنا نكتبه مرة ثانية. أما يقول لنا write letters اكتب الأحرف أو يقول لنا copy يعني نسخوها ارجعوا كتبوا للحرف. هنا capital K نكتبه وهنا capital L sorry هنا capital K trace نتبعه وهنا capital L trace نتبعه. write the letters اكتب الأحرف. شوفوا مثل اللي اعطيتكم اياه قبل شوية. أنا راح أقول الكلمة وأنتوا شوفوا شنو أول حرف تحطون. lemon 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 إيش ده أقول ل ل ل نكتب capital L أوكي أو small L براحتكم. key كي كي مفتاح ايش ده اقول كي نكتب كي هنا. كايت كايت ايش ده اقول اول حرف كايت نكتب الكي هنا. legs legs باع على هذا السهم سوري هاي leg رجل. leg leg رجل. leg رجل يعني ساق. ايش ده اقول leg ايش ده اقول ل لا اكتب L. حبايبي أتمنى أنه أهلكم يحاولون أن يسووا لكم إملاء. حاليا هسه إحنا أخذنا بالإضافة إلى الجي أخذنا الكي والال.
فأتمنى يرجعون يسووا لكم إملاء، نزيد حرفين فوق الجي، راح يصير الكي والآل، يردوا لكم